رسم النجم الأرجنتيني البسمة على شفاه الآلاف من المرضى في العالم، وأسس منظمة ميسي الخيرية في عام 2007، كما اختارته منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة في عام 2010. دوما ما كان النجم الأرجنتيني الأشهر في عالم الساحرة المستديرة ليونيل ميسي حاضرا وبقوة في كافة ترشيحات اللاعب الأفضل على مستوى العالم، لكن الأروع هو حضوره في سباق من نوع آخر بين النجوم. إنه سباق النجومية في العمل الخيري والمواقف الإنسانية التي بقدر ما تلامس جراح المتألمين تغزو قلوب العاشقين لهذا النجم المتألق في سماء الرياضة الأشهر عالميا. ميسي لاعب فذ، وهو من أفضل اللاعبين بل الأفضل في تاريخ كرة القدم بعد مارادونا الذي لم أرى أفضل منه، لكن ميسي يمتاز بأنه جعل من كرة القدم لغزا، بحيث أضحى منافسوه من المدافعين يخافون منه ولا يتوقعوا ماذا سيفعل. أراد ميسي أن يكون عمله الخيري عملا مؤسساتيا من خلال دعمه لمشروعات إنسانية في مختلف مناطق العالم، فقد زار العاصمة السنغالية داكار للمساهمة في مكافحة مرض الملاريا، كما تكفل بعلاج ما يقارب 1000 مصاب سوري، فضلا عن تبرعاته للجمعيات الخيرية في دول أمريكا اللاتينية. ثم جاء تأسيسه لجمعية ميسي الخيرية عام 2007 تتويجا لهذا النشاط الخيري. مع الأخذ في الاعتبار أن ميسي خرج من وضع اجتماعي متواضع حيث وصل إلى إسبانيا في سن صغيرة وكان في حاجة إلى المساعدة، فإن هذا هو ما يحاول أن يفعله مع الآخرين، وهذا لا يفعله مجبرا بأي حال، رغم أن ما لهذا من أثر طيب على صورته أمام جمهوره، إنما أعتقد أنه يستشعر هذا الأمر، وبالنسبة للعديد من اللاعبين فإنه أمر يشعرهم بالسعادة. وها هو النجم الأشهر يساهم في حملة لعلاج فيروس سي بمصر. بقدر ما تمنح الجماهير حبها ودعمها وتقديرها لنجوم كرة القدم، بقدر ما تنتظر منهم أن يبادلوهم حبا بحب من خلال دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي ينبغي أن يكون دورهم فيها فاعلا ومبدعا بنفس الصورة التي كانت عليها إبداعاتهم في الملعب. وها هو ميسي ورفاقه من النجوم الساطعة يقدمون درسا للنجوم الصاعدة. حسين منصور لقناة أون تي في، مدريد، إسبانيا.